أهلا بك عزيزي المشاهد وهذه الحلقة الجديدة من برنامج شخصيات كتابية. في بداية هذه الحلقة أحب أن أقرأ لك من سفر المزامير من مزمور 111 وآية جزء من آية أربعة وجزء من آية خمسة. حنان ورحيم هو الرب يعني الرب بيتعامل بالحنان ويتعامل بالرحمه الرب بيتعامل بالحنان وبيتعامل بالرحمه لو انت شايف نفسك غلطان وعملت غلطات صعبه صدق ان الرب هيتعامل معاك بالرحمه اوعى تخاف من الرب لانه حنان بيتعامل بالحب والحنان حنان ورحيم هو الرب اوعى تخاف من انك تيجي للرب تقول لي انا عملته وعملت زي رحله لا ده انت لازم تروح له عشان هيتعامل معاك بالحب هيتعامل معاك بالرحمه هيعالج اخطائك هيصحح مسارك هيحول فشلك الى نجاح عشان حنان ورحيم عنده رحمة وقبل الرحمة تقدر تقول عنده حب طبيعته المحبة يقول الله ايه طبيعته محبة زي ما هو نور قداسة هو ايضا محبة الله نور والله محبة حنان ورحيم هو الرب وبعدين في آية خمسة بقى عدد خمسة الجزء الأولاني أعطى خائفيه طعاما يبقى أنت لو بتقدر حنان الرب بتقدر رحمة الرب هتبقى مش عايز تغلط عشان ما تزعلش الرب عشان الرب حنان عشان الرب رحيم أنا بحبه ولأني بحبه بخافه بخافه بمعنى بحترمه بخافه بمعنى ان انا مش عايز اكسر وصاياه وهنا يقول لك راس الحكمه يعني اهم حاجه في الحكمه ايه مخافه الرب ده في نفس المزمور ايه رقم عشره لان الحكمه هنا بقدر محبه الرب بقدر حنان الرب بقدر انه يتعامل معايا برحمه واني ما سابنيش لنتائج ما فعلت كنت اضيع تدخل برحمه علمني الدرس بس ما سابنيش اتدمر تقديري لمحبه الرب ورحمه الرب ده يخليني اسلك مش عايز اغلط وده اللي معناه مخافه الرب اللي هي اهم حاجه في الحكمه ان يبقى عندك مخافه الرب اعطى خائفيه طعاما يبقى انا لما بعيش بحب الرب الرب مسؤول انه يسدد احتياجي ما الطعام ده رمز للاحتياج احتياجي طعام الجسدي طعام النفسي طعامي الروحي اعطى خائفيه طعاما عزيزي المشاهد اوعى تخاف من بكره ليه لانك طول ما انت ماشي باصص للرب بتحب الرب لانك مدرك ان الرب بيحبك عايز ترضي الرب مش ترضي نفسك عايز ترضي الرب مش ترضي الناس طول ما انت كده الرب متكفل بتسديد احتياجاتك هيديك الطعام احتياج الجسد هيدي للنفس بتاعتك احتياجاتها بطريقته وهيدي للروح بتاعتك الطعام بتاعها هيشبعك على المستوى الجسدي على المستوى النفسي على المستوى الروحي أعطى خائفيه طعاماً وانا بعيش عندي في قلبي مخافته ليه عشان هو حنان ورحيم يبقى محبه الرب ليا هي سبب ان انا بحب الرب نحن نحبه ليه لانه هو احبنا اولا قبل انا ما وحبني حب ده نتيجه لاني تذوقت حبه لاني دقت محبته لاني اختبرت محبته لاني اختبرت حنانه لاني اختبرت رحمته عشان اختبرت انا بحبه وعشان بحبه بتصرف بمخافته النتيجه تسديد لكل احتياجاتي اعطى خائفيه طعاما حنان ورحيم هو الرب اعطى خائفيه ايه طعاما عزيزي المشاهد تعال معي الان الى صموئيل الثاني اصحاح 11 بنكمل التامل في سقطة داوود وشفنا ان داود تمادى في الخطا واكبر حاجه غلط عملها تقول لي ايه اقول لك انه ما اعترفش بخطيته للرب مباشره حاول يغطي الخطيه ايه يعني بتقول من يكتم خطاياه يعني من يغطي خطاياه مش ممكن ينجح كان هم داود الاساسي نظره الناس ليه ما كانش همه نظره الرب دي اكبر 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 خطا وقع فيه لازم يهمني مش الناس يقولوا عني ايه الرب يقول عني ايه يهمني ان انا ارض الرب يهمني ان انا بصح قدام الرب يهمني ان الموضوع يتعالج زي ما الرب عايزه يتعالج مش انا يهمني ان انا عايز استخبى مش عايز الناس تعرف هو الرب عايزك عايز ينشر خطأك للناس لا لأن المحبة تستر كثرة من الخطايا فأنت لما يهمك الرب الرب هيهتم بموضوع الناس لكن لما يبقى همك زي داود ان الناس المهم ان انا الناس ما تعرفش ان انا ما حتى لو اغلط حتى لو اغش حتى لو اكذب حتى لو اقتل لا هتضيع فده الخطا اللي عند داود ان لما لقي يقول الكتاب اني لما بعتت له قالت له اني حبلة ادرك داود ان بعد شوية بطنها هتبان بعد شوية الناس هتتساءل حامل ازاي هيربطوا انها جات عندي او هي هتقول الناس هتقول عني ايه ده أنا رجل الله ده أنا اللي جبت التابوت العاد بعد ما كان بعيد ومؤمل حطيته في أورشليم ده أنا أنا ده أنا اللي غلطت جلياط باسم الرب الناس يقول علني إيه إن أنا زنيت وزنيت مع مين مع واحدة جزء من أهم الجنود بتعوتي واحد من السبعة وثلاثين المميزين الجيش فيه ألاف لكن ده واحد من السبعة وثلاثين مع مين زانيت مع آآ الأبوة برضه واحد من المشهورين في الجيش وجدها صديقي أخ طوفل والمستشار بتاعي الناس هتقول ايه فكر داود في نظرة الناس إليه عزيزي المشاهد في أي وقت تغلط فكر في الرب فكر انك تبقى صح قدام الرب فكر في الرب ازاي يعالج مشكلتك والرب هيهتم بموضوع الناس داود عايز يغطي الغلط وزي ما شفنا جه في مخه فكره هيغطي الغلط ازاي يبعت يجيب قورية من المعركه اللي هو فيها الجيش في بحار بيحاصر مدينه المدينه دي هي عاصمه بني عمون الاعداء اللي تهجموا على الرسل اللي بعتهم داود وقابلوا محبه داود بعداوه وخطر وبيهجموا لا لازم نقضي عليهم فابعت اجيب قريه من الجيش اللي بيحاصر العاصمه بتاعت بني عمون اجيبه عشان يبقى يرجع بيته يعمل علاقه مع مراته خلاص الناس هتعرف ان هو راح البيت يبقى اذا لما تبقى حامله ينسبوا الحمل ده ليه قريه خلاص. كده محدش هيقول عني حاجه. بيغطي الخطيه بتاعته زي ما قلت لك بالغش يعني يبقى في واحد يعتقد ان ابوه اوريا وهو أبوه داود مش هم داود مش هم الحته دي داود الناس يعتقدوا ان ده ابن اوريا وهو مش هم المهم ايه نظره الناس اليه لا دي مش توبه التوبه ان يهمك الرب مش الناس التوبه ان يهمك الرب مش عشان تطلع من الغلط تكذب يبقى انت بيهمك ايه بيهمك الرب لا انت بيهمك منظرك لو بيهمك الرب وعايز تبقى صح قدام الرب الرب هيتولى امورك الاخرى مش هيسيبك يعني لكن لما تبقى انت بقى فاكر نفسك حكيم وعايز تغطي الغلط بتاعك باكاذيب مش مهم الاكاذيب دي مكرهه الرب زي ما بيقول الكتاب ومش مهم انك انت تبقى ماشي غلط لا اللي انت بتعمله ده لن يغطي خطاك هيجي وقت وكل حاجه هتبان لان يعني دي طريقة غلط ده اللي عمله داود باع داود لقائد الجيش وقال له ارسل الي اوريا الحسي ولما جاء اوريا داود مثل عليه ما خطيه بقى بتقود لخطيه زي ما شفنا في الحلقه السابقه وعمل داود بقى انه عايز يعرف انه جايبه يعني ان ده شخص انت امين وانا مش عارف اخبار الجيش واللي بيحصل غير منك انت انا بثق فيك انت فسال داود عن سلامه القائد يؤاب سلامه الشعب ونجاح الحرب بعدين قال داود لقرية بعد ما مثل عليه انه جايبه من اخر الدنيا عشان ينقل له الاخبار لانه بيثق في اوريا واوريا مش هيكذب عليه كان اللي بيبعته يقاب في كد من رسائل وقال داود لاوريا بعد كده خلاص انت انت جيت قلت لي الاخبار انزل الى بيتك واغسل رجليك واغسل رجليك دي زي ما قلت لك في الحلقه السابقه معناها ضمنيا تعمل علاقة مع زوجتك يعني معناها في ذلك الوقت لكن معناه يعني اقصد ايه كان استريح بقى في البيت واقضي وقتك وخد اجازة وطبعا فكر داود هو تغطية الخطية بتاعته ان بس شبع لما تبان انها حامل الناس ينسبوا الحمل ده الى أوريا ومحدش يفكر في داود يقول الكتاب فخرج أوريا من بيت الملك وخرجت وراءه حصة من عند الملك حصة دي يعني أكل يعني الملك بقى عايزه ايه يعني الحصة دي تشجيع لي انه يرجع البيت ويقضي وقت كويس و الملك عايزه في أجازة بس ده عطاء خادع في خداع ليه هدف مش هدفه ان قرية يتبارك يعني وتعظيم لأوريه عشان الملك مهتم بيه وبعت انت جيت وبعت معاك اكل ليك ولمراتك ولكل لا ده مش الهدف ده بقى أسوأ أسوأ أنواع العطاء العطاء الخبيث هو بيعمل كده عشان يغطي خطيته يعني الفعل في محبة باين عليه ده كل الناس تقول لك ده بيحب أورية لكن هو في الحقيقة داود أنا بيحب نفسه مش بيحب و... ال, ال... يمكن في مناسبات تانية مش هيبعت وراه الاكل ده والحصة دي يقول لك كده وخرجت وراءه حصة من عند الملك اكل بقى بتاع الملك بقى بتاع القصر احسن حاجة ده ملك شعب ضخم انت مميز يا أورية داود بيكافئك دي رسالة اللي عايز اللي داود عايز يضحك بيها على قرية انت امين انت قلت لي الاخبار طيب انزل بقى خد اجازه روح البيت والبيت بيتك قريب مني قوي بدليل انه لما طلع فوق صح شاف فمش بعيد وموكب بقى الخدم بتوع داود شايلين الاكل ماشي وراه وخرجت وراءه حصة من عند الملك باسم الرب يسوع ما ننخدعش بأي عطاء يجينا في عطاء يجي لك وراء ضرر ليك الرب يدينا التمييز احنا ما نعرفش نميز لكن هو يدينا ان احنا نميز في حاجات لو قبلتها هتتورط هتبقى مضطر بعد كده لو قبلت لو قبلت الحاجات دي هتبقى مضطر انك تنفذ اللي يقولوا عليه في عطاء لازم تتجنبه لانه من ابليس وان داود مستخدم من الشيطان وشيطان باصص ان الاكل ليه بريق او ليه يثير يخليك تضعف قدامه شهوه البطن فانا باعت وراه اكل اكيد ليه رائحه مؤثره شكل مؤثر نظام مؤثر فداود بيشتغل على الحاجه اللي جوه الانسان من طبيعه قديمه عشان مش لانه بيحب قرية لا لانه بيحب نفسه عايز يغطي الخطية مش عايز تبان عايز الحمل ده يتنسب لقرية بأي طريقة هنا بقى آه آية 9 ان العمل عمله فشل فيه ما انا بدون الرب هفشل ولو هحل نتائج خطاياي بنفسي هفشل عايز نتائج خطاياك تواجهها تبقى الرب مع الرب تتمسك برحمة الرب وتتمسك ان الرب بيتعامل بنعمة وبمحبة اه لكن عشان انت تعالج اخطائك وتغطيها بنفسك كارثة ما نفعش الخطة بتاعة داود فشلت يقول كده ان اوريا ونام أورية على باب بيت الملك القصر ما البيت الأكل اللي بعته الملك ما عصرش فيه ونام أورية على باب بيت الملك مع جميع عبيد سيده يعني في شهود كمان إنه ما البيت لأنه نام فين مع الخدم بتعود القصر بتعوط داود اللي بيحرسوه اللي حارسين الباب ده ملك عظيم فعنده حراس راح نام معاهم ولم ينزل الى بيته يبقى اذا فشل لخط داود في تغطيه ما فعل ما هو مش الحل يا داود الحل انت لقيت نفسك غلط وشايف ان نتيجة الغلط هتبان زي بالظبط يحصل ايه ان نتيجة الغلط هيبان نقول نعمل ايقاظ تعالج الغلط بغلط لان الايقاظ نوع من انواع القتل تقول لي ما هعالج الكارثة دي ازاي اقول لك مش بالغلط مش بالقتل تقول لي ما ازاي لا مع الرب في علاج ما فيهوش الاكل انما انت تعالج غلطتك بطريقه بعيده عن الرب لا يوافق عليها الرب انت هتتفضح اكتر مش بتنقذ نفسك انت بتورط نفسك قورية ما راحش بيته ولم ينزل إلى بيته رغم إن بيته قريب ورغم إن ده أمر من الملك انزل إلى بيتك الملك بيومر وحتى اليهود للأسف بعض الكتابات بتاعت اليهود عشان داوود ده دا اعظم ملك في تاريخهم حتى كتير من الحاجات الفنادق بتاعتهم تبقى يقولك فندق الملك داوود. عشان يبرروا انه ليه بعد كده عارفين ان داوود كلنا قتل أوريا ده يقول لك اه ده قتل عادل عادل اه لانه تمرد على الملك ليه؟ ليه؟ لانه ما الملك شوف بقى اليهود لما يحبوا انحرافات ده في التلمود يعني في التلمود يقول لك لا ده اه ده ما ده دا ما داود ما قتلش مال كان ايه ده ده اجرى العدل ده جندي في الجيش ولازم يطيع ما طاعش القائد الحق الملك بالقوانين انه يحكمه وإنه يقضي عليه ازاي ما طاعش الملك الملك بيقول له روح البيت واقعد في البيت يقوم هو ما يروحش البيت ويعصي الملك بس اذا كانوا اليهود بيبرروا داود الرب نفسه بعت له نسان وقال له انت قتلت لكن بوري لك ازاي الانسان تفكير الانسان في انه يعظم الرمز بتاعه يعظم الرموز التاريخية بتاعته لكن كلمة الرب مش كده كلمة الرب صادقة تقول لك داود عمل كذا وكذا وكذا اتعلم ونتعلم من داود أن لا نغطي أخطائنا أخطاءنا بل نعترف بها أمام الرب لكي يحمينا من نتائجها عزيزي المشاهد إلى اللقاء في الحلقة القادمة الرب معنا إلى كل أحبائنا المشاهدين نقدم لكم كتاب أغلق الباب وافتح النافذة هدية مجانية من خدمة أبحار الحياة عند تلقي مراسلاتكم هيا اكتبوا لنا اليوم دون تأجيل وشاركونا بتعاملات الرب معكم من خلال البرنامج أو بأية استفسارات أو طلبات خاصة نصلي معكم من أجلها راسلونا على البريد الإلكتروني mail pastordaniel.org أو العنوان البريدي أنهار الحياة صندوق بريد 3030 الحرية هليوبوليس القاهرة جمهورية مصر العربية أو Rivers of Life PO Box 433 Greenford UB5 9BJ UK أو ارسلوا لنا بريدا صوتيا أو رسالة اس ام اس على صفر اتناشر وأخيرا ندعوكم لمتابعة ما يقدمه موقع خدمة أنهار الحياة الجديد باستمرار على www.pastordaniel.org الرب معكم وإلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامج شخصيات كتابية